السلام عليكم الاخوان، سمحوا لنا على هذه التعطيله هذه، وقعنا مشكل في البيسي. المهم مرحبا بكم، نتمنى انكم تستافدوا ان شاء الله. شكون الناس اللي ديجا خدموا التيشيرت هنايا؟ تبارك الله، كاينين الناس اللي ديجا خدموا. شكون اللي خدام في الايكوم؟ العيال العموم، تبارك الله. كاين الناس اللي شخصيا تتعرف يوسف فيتكو، كاين الناس اللي تتعرفو غير سطحيا، وكاين الناس اللي ما تتعرف عليه والو. اندوي واحد خلاصه على يوسف فيتكو. شكون هو يوسف فيتكو؟ صح، كان البدايه ديالي في تقريبا في 2005 2004 2005، يعني ديك الوقت راه كانت تسمع بهذا الدومين هذا راه قليل. تقريبا حتى البي سي باش يطفر لك في الدار راه صعيبه، يعني والحاله العائليه ولا هذا راه صعيب انك فهمتي، وكانت الكونيكسيون الا بغيتي تكونيكتا او لا خصك تمشي سيبر، وحاجه اللي كانت صعيبه بزاف باش تمشي سيبر خصك 20 درهم، باش تشد 20 درهم من عند والديك راه شي حاجه اسطاج للاخر، باش تشد من عندهم 20 درهم وتمشي للسيبر. فكان واحد الصديق ديالي ديال الطفوله تنحيي من هذا المنبر، كان الاب ديالو خدام في واحد في الاداره وشرى ليه بي سي. واش بي سي؟ بي سي تنقول لكم بي سي الا بغيتي تحولو من بلاصه خصك مالين الدار كاملهم يجيو عندك ويتعاونوا معك. فكنت تنجلس انا وياه تندخلو، يعني شي حاجه بانال ماشي شي حاجه اللي تندخلو غير البانت ونرسمو. تما بدا داك الشغف ديال المعلوميات بشكل عام. فكنت تقاتل انا وياه تنمشيو للسيبر نجبدو فلوس، ما عرفت واخا كي نديرو لها تنجيبو الفلوس ونمشيو خدامين ديك الساعات غير بلي ديسكيت، ما كاين لا عاد شويه عاد باش يبانو ديك الساعات دوك الام بي 3، الناس اللي عقلوا على الام بي 3 القديمه. تنتيو السيبر تنعمرو فيها ونجيو للدار ونبقاو مقاتلين ونقرا وشحال من حاجه، يعني تما بدا الشغف ديال المعلوميات. من بعد واحد المده كان واحد ولد عمي جا لمراكش خدم في واحد المقهى وكان فيه سيبر، فكنت ندوز عندو النهار كامل تنتعلم بزاف د الحوايج، حتى الناس ديك الساعات اللي الناس اللي تيبغيو يقادو شي حاجه اولا سميتو كنت نقاد عليهم. وتما صراحه تزاد داك الشغف بزاف، يعني تتحس بواحد النشوه انك تقاد واحد الحاجه وتتوصل لواحد الريزلت تتحس بها. ف من تما صراحه وليت تنقلب على المعلومه باش ما كان تندخل، يعني ضروري خصني نمشي للانترنيت، وليت واحد الحاجه عندي ضروريه. افري فاش تقريبا في ايامات الثانويه يعني في الباك كان ديما مالين الدار مصادعين معايا، انت ما تتقراش انت ما تتقراش، ومورا ما جيتش الباك وعاودت الباك. حنا تيقولوا لنا حلاوه الباك في العام الثاني. واش شديت الباك في العام الثاني ب 10.8؟ واش اللي شد الباك ب 10.08 غادي تفرح ليه؟ ما عمر غادي يكمل يدير شي حاجه. المهم مشيت جوج حوايج عندك بهذيك النقطه، يا اما لافاك يا اما ليستيا، عندنا حنا تما بعدا في مراكش هادشي اللي كاين. شداتك لافاك هو هذاك، ما شداتكش لافاك راه تتكفر عليك ليستيا. من بعد يعني تنمشي ما اصلا ما كانش عندي واحد سميتو واحد ما كنتش انتريسي بالقرايه بزاف، غير تجي الخاطر لوالديك، وكانت حتى المايند سيت ديالك ديك الساعات فهمتي تتكون فاشله بزاف، يعني تتشوف الناس تتدعي على الناس بزاف، تدعي على الهضره ديال عباد الله وانت ما تتقراش هذا تتاثر فيك. فتنتمنى من الدراري انكم ما تاخذوش بهضره الناس، لكن كنتي باسيوني بشي حاجه ديرها في حياتك وما تسوقش لعباد الله. فسميتو انا بديت تنعرف شويه على مجال ديال الانترنيت، وبحال خدم معايا داك قانون الجذب اللي تيدعو عليه الناس. وبالمناسبه تنصح الدراري اللي ما قراوش يقراو داك الكتاب ديال السير او اللي يشوفوا الفيلم ديالو اللي تيدعو على قانون الجذب. فتنشوف بحال شي حاجه تيتجمعوا واحد مع واحد، يعني كنت تنقلب على معلومه وفي نفس الوقت كنت تنقلب انني نربح من الانترنت. واحد الوقيته تنقول اني تنضيع غير الوقت، اني تنقرا كنت تنتعلم واحد المجال كان عزيز عليا بزاف اللي هو المونتاج، كنت تنخدم بالافتر افكت، ولكن كنت تلقى مشاكل ما عنديش لي مويان باش نشري واحد البيسي اللي كونفيغراسيون مثلا واحد سيتاب لي زوينه. تنقاد انترو مثلا فيها 20 ثانيه او 25 ثانيه باش نخرج نتسنى 7 سوايع. فصافي تحطمت بزاف، انا تنقول انسى كاع شي حاجه سميتها المعلوميات بشكل عام. تتشوف حتى العامل ديال الزمن والوقت تكبر وفهمتي، وديك الساعه تتكون كما قلت لكم تتكون المايند سيت ضعيفه بزاف، يعني انت باسيوني بواحد الحاجه ولكن انت تتبغي ديما البروفي من هذيك الحاجه بالدرجه الاولى وما يمكنش، ديما خاص الصبر. المهم تقاتل شويه وليت تعرفت على مجال ديال الادسنس، وكانت هذيك هي البدايه ديالي تقريبا مجال ديال ادسنس واليوتيوب بارتنر.
خدمت فيهم واحد تقريبا ما يقارب عام ونص ديال الخدمه، جمعت منهم واحد شويه ديال الفلوس، وليت تنشري بي سي بعدا زوين وهذا وخدام سامر. تما تعرفت على الاخ سيمو لايف، تعرفت على سميتو بزاف ديال الدراري اللي في الويب، ولينا تنهضروا بحال هكا. وبالمناسبه الاخوه الناس اللي جايين هنايا، راه لي زيفنت راه ما داروش باش تاخذ المعلومه بالدرجه الاولى، لي زيفينمون داروا باش تكون واحد العلاقات مع الناس اللي غادي ينفعوك من هنا المستقبل. راه بزاف ديال الاخوه دابا، انا صراحه شحال من واحد كان ليه الفضل الكبير عليا انا، هي من داك البرين ستورمين اللي تنديرو من تنكون تنهضروا مثلا في يا فيسبوك، المهم تنكونوا تعطيوك دي زيدين اللي تنفعوك بزاف. فما ما ديرش في بالك بان المعلومه هي بالدرجه الاولى اللي غتاخذ، لا، من احسن انا جيتي لي زيفينمون راه جيتي مع واحد الناس اللي تقريبا جاو تيشاركوك نفس الاهداف، وقليل فين غتلقاهم، راه غتفرقوا دابا، قليل فين غتلقاهم، ما غاديش تلقاهم في مثلا بحال هذوك الدراري تيكون عندكم في الحومه او هذا، تلقى عنده واحد الاهداف اخرى في شكل. فحاولوا تستغلوا الفرصه تعرفوا ما امكن على الناس على بعضياتكم، شدوا لي كونتاكت، عاودوا ديروا البرين ستورمين في سميتو، تهضروا في البيزنس، راه تينفع بزاف. المهم من بعد الفيس الادسنس مع اليوتيوب بارتنر، جا واحد القانون ديال جوجل مع اليوتيوب بارتنر كان شويه صعيب، وتسدوا لي كونت كاملين صراحه. الناس اللي خدامين هنا مثلا فيسبوك ات ولا هذا ولا ريسكين، راه تيحسوا بهذيك بواحد الصدمه كبيره من تتسد لك واحد الحاجه وانت معول عليها وباني عليها مستقبلك، بين قوسين ما عادش تبني مستقبلك، لان ماشي اسيت، ماشي شي حاجه الون تيرم اللي يمكن لك تخدم عليها الون تيرم. فتتحس بواحد الصدمه، بقيت لدرجه واحد 6 شهور ولا 7 شهور او اكثر ما عقلتش، يعني ما تندير والو، تندخل للدار نتفرج في الافلام، ندخل لي فوري نقرا، ولكن ما تنطبقش والو، غير تنضيع الوقت وصافي. فمن بعد كنت شفت واحد لاباج غير بالصدفه، شفت واحد لاباج ديال الفيسبوك تدوي على الانجينيرين، نيتش ديال الانجينيرين، كان مولاها واحد السيد، وديك الساعه يلاه بداو هاد الويب سايت ديال الكراوند فاندين ويب سايت بحال الشكل ديال تيزي لي تي سبرينغ وكاع الشركات المنافسين ديالهم يلاه بداو تيبانو. كان ديك الساعه تي سبرينغ قال لي بدات في الاول، فاش تو حط لهم واحد تيشيرت سامبل، يعني تيكست فيه تيكست هكا سامبل، بوست عليهم، وهو ديجا عنده واحد الداتابيز ديال لي فان في لاباج ديالو متفاعلين بزاف. فشفتو تيتباع قلت غنجرب، ما خسر والو نجرب. شديت انا ما عنديش، ماشي شي واحد واعر في فوتوشوب، لا، شديت فوتوشوب يعني تنتقاتل نجيب من هنا كوبي من هنا، داكشي بيزيك، داكشي راه غتلقى تيتوريال ديالو في يوتيوب. شديت هذاك الديزاين حاولت نقد بحالو، ما درتش ليه كوبي، حاولت نقد بحالو، ودخلت شي 7 سوايع تقريبا الخدمه وانا خدام على داك الديزاين. من بعد هاني ساليت الديزاين، حطيتو انصريتو، حطيتو في البلاتفورم، وتنقول كيفاش غادي نبروموتي هذا الديزاين، وانا ما عنديش البيدجي صراحه، ما كانش عندي البيدجي باش نبدا. داكشي اللي كنت صورت من ادسنس مع اليوتيوب بارتنر كان شي حاجه قليله صراحه، يلاه تتكافى بها مع الوقت ومع راسك انت، ما باقيش تطلب فلوس من داركم او هذا. صافي ساليتهم في هذيك المده اللي كانت تحبسوا عليا الادز ديال ادسنس ويوتيوب بارتنر، فما بقى عندي والو. ما فكرت قلت غنشوف شي حل، ضروري خصني نلقى شي حل، وديما تنريفريش ليه هو ديك السيلز بيس ديالو، ديما تنريفريشات تلقى فهمتي السيلز 20 سيل 25 سيل خدامين في النهار، 30 40 سيل، تنقول واه هو تيبيع عنده غير واحد فهمتي باج، ومحال واش تيجي الادز ديك الساعه، محال، انا ما تنظنش كان تيجي الادز حيت عنده واحد الباج اللي متفاعلين بزاف. شديتو لقيت بانه الحل اللي سميتو هو لي جروب، فحاولت نبروموتيه في لي جروب صراحه. واحد النهار طفيت هذاك البيستي ومشيت نعس، فقت الصباح لقيت 4 سيلز، ما صدقتش، ما تيقش انني غادي نبيع هذاك التيشيرت، ماشي ديجا خدمت سي بي اي، خدمت كليك بانك، ولكن كنت نخدم بواحد الطريقه عشوائيه بزاف، غير تنكوبي نكولي، ولكن من تشوف ديك الخدمه ديالكم جوج ديالك يعني 7 سوايع ديال فوتوشوب، ومن بعد تتبعوا 4 ديال تيجوك 4 ديال السيلز، راه واحد الشعور ما نقدرش نوصفه لكم. فبحال دابا الناس اللي دخلوا الايكوم وجاتك اول سيل، واحد الشعور في شكل تتصدم وما تتيقش شحال من حاجه. المهم هذيك تقريبا هي اللي كانت البدايه ديالي. من بعد جا واحد التيشيرت لقيته في واحد الباج، يعني كان سامبل حتى هو عادي ساهل تقاد سميتو، حاولت انسبيرا منه، خديت تقريبا
يعني بدلت فيه شي شويه، ومولاه ما عرفتش علاش يعني بدا تيبيع فيه وحبسه واحد المده، ومع ذلك عنده لاباج فيها 400,000، ما عرفتش علاش حبس، ما عرفتش. شديتو بديت تندخل لي جروب، يعني تنأجوتي تقريبا شي 15 حتى 20 جروب في النهار، وما تنحاولش ما نسبامي ما والو. فبقيت تلوح 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 ديما تنزيد 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 لي جروب، حتى عندي يعني تقريبا شي 100 حتى 150 جروب. وهذاك النيت بالضبط كانوا فيه لي جروب بزاف، وكانوا فيه الناس متفاعلين، وكانوا الناس تقريبا من العالم كامل. يعني تلقى جروب واحد في سلوفينيا مثلا وانتيريستي بهذاك النيت. فجديتو وبديت تنبروموتي في هذاك الجروب، تبارك الله كانوا الريزلت يعني كانوا تيجيونا بعض المرات حتى 75 سيل في النهار غير من لي جروب. كانت واحد الحاجه صراحه اللي كانت هذيك تقريبا هي البدايه ديالي في عالم التيشيرت. تما تعرفت على يوسف خليجي، بدينا تنديروا الماستر مايند. والحمد لله داكشي علاش بغيت نجي نهضر لكم شويه على التجربه ديالي في التيشيرت. فكيف ما تعرفوا كما تعرفوا التيشيرت تيهنك بزاف ديال الحوايج. علاش التيشيرت؟ علاش التيشيرت بالضبط؟ علاش ما نخدمش مثلا البود؟ البود الناس اللي ما تعرفوش البود هي البرانت اون ديماند. علاش ما نخدموهاش مثلا في شوبيفاي؟ علاش؟ لحقاش بالنسبه لهاد لي بلاتفورم مثلا تيزيلي تيحيدوا عليك واحد بزاف ديال الحوايج بحال اب فرونت كوست. يعني تتحط انت غير تتحط غير الديزاين وخصك الطريقه باش تبروموتيه. هادشي اللي كاين، تحط غير الديزاين وخصك الطريقه باش تبروموتيه. هما تيتكلفوا بكل شيء، تيتكلفوا بالكاستمر سيرفايس، تيتكلفوا ب البرانت، يعني هما تيطبعوا التيشيرت، تيتكلفوا البيمون، تعطيك البيمون. يعني انت ما تحتاج شي حاجه اللي هي يعني انت تحتاج غير البروموسيون ديال التيشيرت، يعني تبروموتيه سواء فيسبوك اد سواء لي جروب سواء الانستغرام. عطى الله بزاف ديال الحوايج. والديزاين كرييشن باش تكري الديزاين، هادشي اللي كاين. يعني ما يعني ماشي بحال مثلا الا بغيتي ديرو في الا بغيتي دير واحد سميتو في ارض الواقع مثلا، يعني تيسهلوا لك بزاف د الحوايج. فين غتدبر على الشركه اللي غادي تطبع لك تيشيرت وخصك تخلصهم في الاول وشحال من حاجه. هي واحد القضيه هي صعيبه في مثلا في المغرب، صعيبه بزاف باش انك مثلا تكون عندك واحد القاعده جماهيريه وتبيع لهم وتشيبي لهم من المغرب، راه صعيبه. راه غير في امريكان باش دير هذه القضيه دي راه صعيبه. الناس يتجهوا دابا للبود في شوبيفاي مثلا، تيخدموه في بلاتفورم ديال سميتو، ولكن راه تيتقام شويه. ماشي بحال ماشي بحال خدمتي مثلا هادو تيوفروا عليك بزاف ديال الحوايج. كيف ما تعرفوا راه عندنا حنا مشكل ديال الناس بزاف راه تيتشكون مشاكل ديال البيمون هنا بالنسبه لشوبيفاي. علاش تيزيلي؟ علاش تيزيلي؟ لحقيتاش تيزيلي توفر لي بزاف الحوايج. جوج صراحه جوج الحوايج علاش اختاريت تيزيلي. انا راه خدمت مع لي بلاتفورم الاخرين كاملين، خدمت مع تيشيب، خدمت مع تيسبينغ، خدمت مع فيرل ستايل، غير بابل تقريبا كاملين. علاش تيزيلي بالضبط؟ وعلاش كملت معاهم واحد مده عامين؟ السيبور ديالهم يعني من بين احسن لي سيبور اللي كاين. تيسبينغ اللي كانت رائده ديك الساعات، و يعني كان المستقبل قدامهم انهم يوصلوا شي حوايج، يعني احتكروا السوق كامل لا اوروبيا ولا عالميا فين ما. ولكن كان عندهم بزاف ديال المشاكل، كان عندهم مشكل ديال السيبور، كان عندهم مشكل ديال البي او. الناس ديال تيزيلي تيوفروا لك البي او ديك الساعه في 2014 2015، حيت انا صراحه حبست الخدمه مع لي بلاتفورم سميتو، اني دخلت في دي بيزنس اخرين جداد. يعني كانوا يوفروا عليك البي او في واحد يعني ما كاملاش يومين، الا تعطلت عليك يومين ثلاث ايام الا تعطلت. السيبور تتهضر معاهم تيجاوبوك في البلاصه. حاليا راه عندهم تبارك الله الناس خدامين معاهم كثار، راهم تشوفوهم كي تيجاوبو في لي كومونتير، ما نحتاجش ندوي عليهم. وماشي تنشكرهم، هذيك راه خدمتهم، راه هما هذيك هي الخدمه ديالهم راه باينه. كاينه واحد القضيه اخرى، هادو هما جوج الاسباب انا اللي خلاوني نبقى معاهم. القضيه الاخرى اللي كاين هما المارجينز عندهم طالعين، البروفيت، البيز كوست ديال البرايس ديال التيشيرت باش يبيعوا عليك هما ارخص مقارنه مع البلاتفورم الاخرين. صراحه الكاليتي ديال البروداكت راه مزيانه عندهم، عندهم دي بروداكت مزيان صراحه، جربتهم شفتهم. وحتى الناس اللي تيشريو من عندك راه تيصيفطوا لك، تعاود يصيفطوا لك السوشيال بروف، تعاود يصيفطوا لك تصاور وتيشكروا بزاف. قليل فين تيوقع شي مشاكل، ضروري عادي هذاك الشيء البيزنس هكا داير. وحاجه اخرى هما راه تيتكلفوا هما، لا شي واحد تقطع عليه ولا وصلوا مقطع ولا طو الدار ولا شي حاجه، راه تعاودوا يا اما ريفاندو يا اما يعاودوا يصيفطوا ليه. غادي نعاود ندويو على الريسيرش، غندويو على كيفاش تانصالي تيزيلي كامبين وكيفاش تانصالي
كيف غندويو شويه على فيسبوك، ما غاديش نتعمق بزاف في فيسبوك حيت غادي يدوي عليه الاخ حميد عموما، ماشي حيت ما عنديش فيه تجربه، عندي فيه تجربه، ولكن الاخ حميد راه غادي يهضر ان شاء الله بالتفصيل. ندوزو للريسيرش، وير تو فايند ايدياز. كاين بزاف ديال المواقع صراحه اللي ممكن تقلب فيهم على الايدياز، كاين بزاف البلايص اللي غتقلب عليهم على اللي غتقلب فيهم على الديزاين اللي ممكن تحط في تيشيرت. كاين طرف صراحة شي وحدين بحال بينتريست، بينتريست زوين، غتكتب غير سميتو. ندوزو لسميتو نشرحو شي شوية، نشوف لك انا كونيكسيون هنا. سبحان الله يا اخوان، راه بغيت ندير لكم الجيم لايف في البيسي ديالي، ولكن تيطبلوكا تيطبلونطا ما عرفتش علاش. نحاول نشرحو بعض الويب سايت بحال بينتريست، الايتسي، الاي باي، نشرحوهم لايف. نتسناو غير الدراري يجيو باش يقدوا لنا البيسي. غنحاول نشرح الاخوان بعد الويب سايت اللي ممكن لك تعتمد عليهم باش تقلب على الايدياز اللي غادي تحط في التيشيرت. وبالنسبه للناس اللي تخدموا مازال تخدموا تيشيرت، تنصحكم تحاولوا تقلبوا على دي زيدي سامبل، هما اللي تخدموا راه الاونلاين تيكست هما اللي باقي تخدموا. سمعت واحد السؤال قبيله تطرح على شادي، قال لك واش التكست بوحدو اللي خدام ولا الجرافيك؟ على حسب النيت، هو على حسب النيت، ممكنش تقول هذا راه تيخدم على الاخر. ولكن صراحه بالنسبه لي بلاتفورم بحال تيزيلي ولا سميتو، الاغلبيه اللي تشوفوا اللي تخدموا فيهم راه تيخدموا غير اونلي تيكست بزاف. الجرافيك راه تيخدم حتى هو، عنده نيت ديالو، عنده الجماهير ديالو. بالنسبه للاونلي تيكست راه تيخدم مزيان. كما تشوفوا الاخوان، نديروا النيت ديال الكافي. كوفي راه في الطابي، غطابي مثلا غير كوفي كوت، راه عطيك بزاف ديال لي زيدي اللي يمكن انك تابليكيها في تيشيرت. هما ديجا تعطونا دي تيشيرت بحال هذا كمثال، فيه كافي ماسكارا انديو كابانت. هذا فيه ثلاثة، هذا إلا بغيتي تخدمو في الأد بحال اللي بتخدمو في الفيسبوك أدز، فيه ثلاثة ديال لي نيت، فيه الكافي، فيه النيت ديال البيوتي، وفيه اليوغا. يمكن هذا بحال هاد التيشيرت هادو تطبق فيهم في الفيسبوك أدز الفليكس أولا تدير نارو. فكما تتشوفو راه سامبل، ما يعني ما غاديش يحتاج شي يكون عندك سكيلز بزاف في فوتوشوب او لا تكون معلم فوتوشوب، راه ساهله بسيط بزاف. حتى تحتاج بعض المرات هاد لي فيكتور هادو بحال هذاك الكاس ولا بحال شي حاجه تكون بسيطه، يعني غتلقاها غير في جوجل. يا اما يمكن لك دير نيتش بلاس كوتس او لا دير نيتش تي شيرت، كاع مزيانين، غادي تلقى زيدي زوانين. يعني كيف ما تشوفوا راه كاين هنا دي زيدي زوينين، كاين بحال هذا مثلا، هو سامبل فيه فليش تاع مرا هادو تيتسموا لي فيكتور، تلقاهم في سميتو، تلقاهم في جوجل غير ريسيرش فري فيكتور بوان بي ان جي ولا سميتو، راه غيطلعوا عليكم. بسيط، ديزاين بسيط، ما عليك الا تجربوا، ما غاديش تعرفوا واش يجيب ستيز ولا لا. واخا فيه شيرز او لا تلقى الريبينز في بينتريست، حيدت واحد القضيه مؤخرا، ما عندكش الحق باقي تشوف الريبينز والبينز، ما عرفتش علاش واحد الابديت دارو مؤخرا. كنتي تشوف شحال تاع الريبينز، يعني بحال الشكل ديال الشيرز، بينتريست عندهم الريبينز بحال الشكل ديال الشيرز مثلا او اللايكس. عاود ندوزو نشوفو ويب سايت اخر اللي هو الايتسي. ايتسي تا هو من بين المواقع المفضله صراحه اللي تنقلب فيه بزاف. نجربو هنا، تعطوك شحال ديال الريفيوز وشحال ديال الستارز، يعني الريتين شحال تعطوك. بحال هذا مثلا، talk to me when your chakras are aligned. انا انتما كما تشوفوا الاخوان الريفيوز، هادو الريفيوز ماشي بالضروره تيكونوا ديال التيشيرت، هادو ماشي ديال، ماشي بالضروره تيكونوا ديال التيشيرت، وانما ديال السير، الناس اللي شراو دي تيشيرت اخرين من عند هذاك السيلر. يعني ضروري تشيكي تشوف الريفيوز، تشوف الناس واش عاجبهم هذاك الشيء ضروري. هذه هي الريسيرش، الريسيرش راه هي اللي غتخدم لكم الوقت بزاف. علاش الريسيرش؟ بها يقدر تفوق على المنافس بالريسيرش، غادي تعرف النتيجه ديالك مزيان.
وهنا تعطيك سيجيسيون اخرين هنايا مزيان. كاين الموقع الاخر اللي تنخدمو توا مزيان صراحه هو الاي باي. علاش الاي باي؟ الاي باي تيقول لك شحال تبع، مثلا تيقول لك شحال تبع من تيشيرت، وهذه واحد السين اللي ان داك التيشيرت اللي غادي دير انت، يعني تتعرف هذيك الماركت ان فيها البايرز بزاف، تي الناس يشريو. شوفوا شي تيشيرت انا مثلا نبيع بزاف، هادو هما الاخوان بحال هاد النوع ديال التيشيرت راه تيتباع مزيان. هادو اسامبل ما فيهمش شي تعقيد ولا شي حاجه، ممكن تقدهم غير الا ما كانش عندك كاع مع فوتوشوب بزاف، راه ساعه تاخذ عليك الوقت راه تقدم. كما تشوفوا ها هو سامبل ما فيه والو، هذا ماشي ديال ماش نرسم مع سميتو، ها هو مبيوع فيه مثلا خمسه، سامبل ما فيه والو، ماشي شي حاجه صعيبه. وثاني حاجه، علاش هادو سامبل؟ علاش اللي فيهم اونلي تكست ولا اي شي حاجه هكا بسيطه تيكون فيه مارجينز طالع، يعني ما تيديش بزاف في البراند. الا كانوا فيه الكولورز بزاف وسميتو، راه تيكون البيز كوست ديال التيشيرت تيكون طالع شويه، فالاونلي تكست راه مزيان. كاين قلنا الايتسي بينتريست، كاين الامازون تاهو مزيان. كاين واحد السيت فيه هو خاص بالتيشيرت، ريد بابل، التوا فيه دي زيدي زوينين. الناس اللي غادي اللي تاو ما غادي اللي تخدمو في تيشيرت راه يمكن يخدم هاد ريد بابل، غير هو بعيد على انك تلقى تيشيرت. راه هاد لي سيت اللي طلعتو الاخوان راه باش تانسبيرا منه، ماشي نلقى تيشيرت ونهزو كيما هو ونحطو كيما هو، راه غتلقى مشاكل. بحال هاد النوع ديال التيشيرت اللي تمشاو في هاد الوقيته هادي ديال الكريسماس، فكما قلت لكم الاخوان ماشي تلقى تيشيرت وتحاول مثلا تشيرو كما هو، او لا تكوبي مثلا هادي وتمشي تقادو في شي بلاصه وتحطو، غتلقى بزاف ديال المشاكل. يعني الشخص مول الديزاين غادي يلقى تيشيرت ديالك، ولكن كنتي خصوصا تبروموتيه في فيسبوك راه دغيا تينتشر بالشيرز وهذا، وحتى الناس الاخرين اللي تيشريو هذا يقدر تعرفو مول الديزاين، تيكونتاكتيه تيقول ليه التيشيرت ديالك. وانا ما وقعت لي صراحه، ماشي وقعت لي عن تجربه شخصيه، تيقول لي راه التيشيرت ديالك تيبروموتيه فلان، تيجي يعني الا كان شي واحد مزيان وتعرف كيفاش يتفاهم تيهضر تيدوي معاك، تيقول لك عافاك مسح هذاك التيشيرت انا مولاه، وتعطيك الليان ديال البورتفوليو ديالو في شي سيت باش تشوفو. سينو راه اش تيدير؟ راه ما تعلمك ما والو، غادي يمشي عند البلاتفورم اللي خدام فيها، سواء تيزيلي سواء تي سبرينغ سواء اي حاجه، تيعلمهم تيقول لهم هاد التيشيرت هذا راه ديالي وهادي وهادي، تيمسحوا عليك. والمشكله الاخرى الخايبه هو انه يحل واحد الكومبلينت تسمى الاي بي كومبلينت، ما عقلتش على سميتها، تحلها في فيسبوك وتبين لهم بانه راه الديزاين ديالو، ومن بعد غادي يسدوا لك، غادي يحيدوا لك فيسبوك البوست. هاد الشيء يعني لا داروا معاك مزيان، غادي يحيدوا لك غير البوست. سينو دابا ولات القضيه شويه خايبه مؤخرا، راه ولاو تيسدوا لي كونت بزاف. يعني علاش انت غادي تضيع واحد الوقت والمجهود وفي الاخر تسد لي كونت؟ فمن الاحسن تقاد الخدمه ديالك من الاول، حسن لك تفادى كاع دوك المشاكل. فيسبوك دابا راه ماشي قضية غير يسدوا كونت، راه تيسدوا كونت راه تمشي معاه الداتا، والداتا راه هي كلشي، انت تجمع الداتا ويعني خسرتي بزاف الوقت والمجهود ديالك، فمن الاحسن تخسر على شي حاجه اللي ما تضيعش. فتفادوا الحوايج ديال الكوبيرايت الاخوان، تفادوا تكوبي تكولي تفادوهم، هادشي ما دوناش على الكوبيرايت والتريد مارك، غير كوبي كولي ديال شي ارتيست ولا هذا تفاداه. قلنا كاين ريد بابل تا هما الاخوان، هو تا راه زوين فيه دي زيدي زوينين، كاين بزاف، كاين وانيلو، كاين تخدمو جوجل ترندز، كاين واحد التول تاع سباي ما عرفتش تعرفوها. شكون اللي تعرف تي سباي؟ شكون اللي عمرو خدم فيها؟ يعني ما خدموش فيها الناس مزيان. هي تول ماشي فري، يعني ماشي فابور زعما تتخلص، ولكن تنبغي نشكر يوسف خليجي بزاف، حقيقه ملي هضرت معاه قلت راه عندي فيمون ديال التيشيرت، واش ممكن ناخذ واحد الكوبون ديال تي سباي للناس اللي حاضرين؟ قال لي واخا ماشي مشكل، هضر مع مول تول وعطانا 50% ديال الديسكاونت الناس اللي بغا يستعملوها. دابا نخلي لكم اللين في الجروب ديال تيزيلي.
ف50% ديال سميتو ماشي افيليت، ماشي افيليت لينك، باش الناس ما يمشيوش غالطين يقولوا راه تندخلوا معاهم الفلوس ولا شي حاجه. شكرا. غنشرح لكم التول واحد شويه، يعني ديال الانترفاس ديال التول. صراحه التول باش ما تتعطي الفلوس، باش ما تتانفيستي، باش ما تستافد من بزاف ديال الحوايج، يعني انت من الوقت ومن المجهود ديالك، يعني انت تتربح بزاف ديال الوقت. فكمثال بحال تي سباي دابا انا ديال التول تتهنيك من بزاف ديال الحوايج، يعني بحال هاد الريسورس مثلا اللي غادي نديرو في بينتريست ولا غادي نديرو في ايباي ولا في امازون ولا هذا، فهما تيجمع لك كلشي في واحد التول، منها ما تتلهاش، يعني ما تبقاش تمشي من هنا من هنا، يعني تيجمع لك في انترفاس وحده تخدم مزيان. وقضيه اخرى هما تيعطيوك كاع لي بلاتفورم الكامبينز اللي يلاه تاجوتو، شحال من كامبينز تاجوتو اليوم اللي دايرين تراند، اللي دايرين البوز، اللي تيتبعو مزيان، شحال من كامبين اكتيف كامبينز بغيتي تختار بالبلاتفورم، ويعطيك تيشيرتات ديالهم اللي خدامين مزيان، راه كاينه كاين في التول. فكما تشوفوا هنا مثلا الكامبينز تيعطيك مثلا توب سيلين، غادي يطلع لنا حجن قدام سينا مازال ما تقيدناش. فلا درنا التوب سيلين غادي يطلع لنا لي كامبينز اللي قدام، لحقيتاش تبعوا فيهم لي كونتيتي بزاف. كيف ما تشوفوا يطلع لنا لي كامبينز ديال تي سبرينغ بزاف، حيت هما اللي بداو اولا وكانوا تيبيعوا لي كونتيتي بزاف. فكما تشوفوا هنايا تي شيرت تباع فيه تقريبا ما يقارب ديال 63000 ايتم سامبل، ما فيه حتى شي تعقيد، وغادي يكونوا فيه المارجنز، يعني غادي يكون فيه المارجنز طالعين بزاف. تعطيك بزاف ديال لي زيدي فين تخيل، ماشي غير التيشيرت، كاين حتى النيكلاسز، كاين الماكس، كاين بزاف ديال الحوايج عندك في بزاف فين بزاف ديال لي زيدي. فغنحط لكم ان شاء الله اللين، غنحطو في الجروب ديال تيزيلي مروكو في 50%. الناس اللي بغات تخدم التيشيرت هذا تنتمنى انه تستافد منه. دابا الاخوان ندوزو كيفاش تانستالي واحد الكامبين ديال تيزيلي. من بعد ما تلقى الديزاين، الناس اللي عندها مشكل في الديزاين ف تنصحهم انهم يبداو بشي حاجه اللي هي سامبل بسيطه، غير كما شفتوا معنا الديزاين اللي دازو كما تشوفوا، فهما ديزاينات سامبل ماشي شي حاجه بحال هادو. مثلا هذا اللي تيكون فيه شويه ديال التعقيد بحال هادو، نقدر نقول لك مثلا غتمشي تقلب فايفر، كاينين دي سيت اللي مشي تقلب فيهم طهيري فيهم لي ديزاينر اللي خدموا لك هادشي هذا. تشوف بحال مثلا الا بغيتي تقلب في فايفر تقلب على تشوف الريفيوز ديال الناس اللي ديجا خداو من عند هذوك من سيلرز فايفر، الناس اللي تيخدموا الديزاين. انتم كيف ما تشوفوا شي حاجه سامبل، هذا غادي يكون شي حاجه ديال الدونيشن، يعني راه اغلبيه ديال التيشيرت راه شي حاجه تيكون تكست اونلي، هما اللي تيخدموا بزاف. عندي تجربه شخصيه بالنسبه ليا انايا، هما اللي خدموا ليا بزاف وكان فيهم العائد كثير، تيبقى لك مارجينز كثير لحقتاش يكون فيه غير التكست وما تيكونش لي كولرز بزاف اللي باش حيت يطلع البيز كوست ديال التيشيرت. بالنسبه قلنا للديزاين الاخوان، الناس اللي ما عندهمش سكيلز فوتوشوب راه ممكن انه يقلب فايفر، سينو كاين الابورك، كاين اونلاين jobs.ph، الناس ديال الفلبين راه تلقى فيه الناس ديال الفلبين ورخاص. فينو وصلتي قديتي واحد ماشي براند بين قوسين، وانما قد واحد نيت شو عرفتيه تتبع فيه، يعني عندك فيه واحد الداتا ديال الناس تيشريو، عارف الناس تيشريو، وانت وليتي بغيتي تقد الخدمه نقيه وهادي، غادي تمشي ل 99 ديزاينز، تعود 99designs.com، خدت ما نطلع ولكن الكاليتي ثاني تاع الديزاين مزيانه. فضروري ما تسباندي. بالنسبه للناس اللي تتقول لك ما تنعرفش نقاد الديزاين، بلا ما تبقى تعطيو الاخوان مبررات، الناس اللي تعطيو تيبعتو شي مبررات لشي حوايج، راه دابا كاينه المعلومه كما قلنا قبيله، تيتوريالز في يوتيوب راه تلقى كلشي كاين، تيتوريالز ديال اديري تيتوريالز، غادي يطلع لك دابا لي كور ديال فوتوشوب بالدارجه، ما عندك حتى فين تلف ولا والو، داكشي باين وواضح.
سينو عندك شويه ديال البيجي بيت انفيستي من الاحسن. انا تنفضل صراحه انفيستي الناس اللي عندها البيجي تشري ديزاين او لا تهيري ديزاينر هو يخدم ليها احسن. ندوزو كيفاش تانستالي، كيفاش تانستالي واحد تقد واحد ديزيلي كامبين ساهلة الإخوان، فيها شي صعوبات. مؤخرا زادوا الشوز اللي فيهم مارجين ديال الاخوان طالعين، الناس اللي بغاو يجربوهم وحاجه جديده في الماركت راه تتمشى مزيان وتتباع مزيان، فيهم مارجينز طالعين يعني تضرب ما بين 21 اورو تقريبا حتى 30 على حسب النيت ديالك. الا كنتي تعرفو مزيان وكنتي عارفو تيشريو راه يمكن تزيد في الثمن وغطلع حتى في المارجينز ديالك. عندهم بزاف ديال لي بروداكت كما قلنا زادوا الشوز في الاخر، ممكن انك تلعب على بزاف ديال الحوايج، الفون كيزز الجولري والماكس حتى هما تيتباعو مزيان، ولكن صراحه الابرز هما تيتباعو بزاف. يمكن لك تزيدهم في الكامبين عندك ملي تكون تانستاليها. حاليا تقترحوا عليك انك تخدم الهوجي، هما بار ديفو على ما اظن لحقتها ديال السيزون ديالهم دابا، السويترز والهوجيز هما اللي تيتمشاو بزاف وفيهم حتى هما المارجينز طالع، تحاولوا تبروفيتيو منهم في هاد السيزون هادي. ما تندويش عليها لان الناس اللي تيخدموا تيزيلي ولا لي بلاتفورم اخرين راه ماشي جينا غير نهضروا باش، راه تنهضروا اون جينيرال حتى الناس اللي تيخدموا البود في شوبيفاي راه كلشي راه المعلومه يمكن تطبقها حتى على البود في شوبيفاي. تحاولوا تحترموا هذا واحد الكاري تيكون هنايا حمر، تحاول تحترموا الا خرجتي عليه ما بقاش يطبع عليك التيشيرت، هذيك البلاصه اللي خارجه ما تطبعش يعني هذاك الكاري بوحدو الحمر الا فتيه ما تطبع عليك التيشيرت. المهم تتابلودي الديزاين ديالك، تختار اش من برودكت فاش بغيتي تحط الديزاين، كاين بزاف ديال الحوايج حنا نديرو غير سويت نديرو غير تجربه وصافي. بالنسبه للكالر اللي تتباعو بزاف كاين الكحل كاين النيفي كاين الابيض شويه كاين الازرق والحمر وشي الوان اخرين، حاول تليستيهم كاملين. الا كان الديزاين غير هكا في الابيض تيبان في اللوان كاملين، حاول ديرهم كاملين كاينش الاشكال. نيكست ستيب، الا كنتي هنا تعطوك الكورنسي، الا كنتي تتبيع في الاوروب فمن الاحسن تخلي الكورنسي بالاورو لحقتاش بزاف. انا كنت يوقع لي مشكل ما كانوش هما دايرينها صراحه، ما كانوش دايرين كانوا في الاول دايرين هما غير الاورو، كنت يوقع لي مشكل بزاف في اليو اس اي وكندا. ما كنتش تنبغي الناس نبيع لهم تيزيلي مثلا نبيع ليه في اليو اس في البدايه ديالهم لحقتاش كنت نخاف شويه من الشيبين، تنقول هذه شركه مبازيه في الاوروب غادي تعطل شويه. من بعد لقيت المشاكل انه الناس تتكونتاكتيني على والو تيقول لي يعني ما فيهش اللي يمشي يحل جوجل ويدير سميتو ويدير الكيورنسي ويقلب شحال غادي تقام عليه، تيجي تيسول تيقول لي شحال غادي تقام عليه بالدولار. فداروا هاد القضيه مزيانه، الا كنتي غادي تبروموتي التيشيرت ديالك في اوروبا فمن الاحسن تخلي الاورو، كنتي غاتبروموتي في يو اس اي وفي شي دول اخرين دايرين حتى استراليا ديالها بوحدها استراليان دولار. خلي الاورو هنا سيز جوز تيقول لك مثلا بعتي 50 تيشيرت شحال غادي يكون عندك في البينيفيس. هنا تزيد الكالرز اللي بغيتي او تزيد حتى البروداكت الا بغيتي تزيد البروداكت تزيدهم، تزيد البروداكت اخرين سواء سويترز مثلا او تختار لي الكولرز ديالو. تدوز هنا للديسكريبشن سيلز بيج، حاول تكون بسيطه، هما دابا تيقترحوا عليك انهم تيعطوك هما دابا تعمر سيلز بيج من عندهم باللغه اللي بغيتي. نديرو اليو اس اي كيف ما تشوفوا، ف دابا نشوفوها في الاخر، دابا نشوفوا الريزلت ديالها في الاخر. العنوان ما يكونش طويل سامبل، خليوها هكا. الطاكس تزيد شي طاكس بالنسبه باش التيشيرت يبان في الماركت بليس على حسب الماركت بليس.
الان ديت تتحدد المده ديال التيشيرت، شحال غادي تبقى المده ديال التيشيرت، يعني 7 ايام. ديك السبع ايام تتبروموتي انت، في هذيك السبع ايام الناس اللي شراو في هذيك السبع ايام تيسالي، تتسالي ديك السبع ايام تيدخل للمرحله ديال التطبيع، تيتطبع وتيتصيفط للناس، وفي نفس الوقت تشد انت البروفيت ديالك. اوتوماتيكلي ريلانش كامبين، هنا تعاود تريلانش الكامبين اوتوماتيكمون الى سالات، ما تحتاجش انك تريلانشها. اليورل تشويس، من الاحسن هنا تحطوا شي حاجه اللي غتخليكم تعقلوا على التيشيرت من بعد، يقدر تبغيوه، يقدر تكونوا سديتوه وبغيتوه. ديسبلاي دو باك سايد باي ديفو، يعني احنا عندنا ديزاين في الواجهه الاماميه ديال التيشيرت ما كاينلاش نبينها لنا. وديسبلاي دو كامبين ان تيزيلي ماركت بليس، هذه القضيه مهمه. الناس اللي سميتو اللي تخدموا تيزيلي فالماركت بليس، انا عندي كونت حبست كما قلت لكم مع تيزيلي، حبست معاهم المده هذه، فتنجي تلقى مثلا تنجي تلقى سيلز غير من الماركت بليس. مؤخرا ما خدمتش باقي في، يعني ما تنبروموتيش باقي التيشيرت في شحال من بلاتفورم، فخدامين غير بالماركت بليس. وكما تشوفوا مثلا 325 وهذا راه غير ماركت بليس الاخوان، هذه من احسن تخليوها من اكتيفيا. بالنسبه للكاتيجوريز تزيدوا هذه الكاتيجوريز على حساب الماركت بليس، ولا كان عندك شي ستور تزيدها في هذاك ستور اوتوماتيك، وما تحتاج انك تاجوتها من بعد. صافي تكريات الكامبين بسيطه بزاف، ما فيهاش شي حاجه صعيبه، من الاحسن تكون بسيطه. بغيتي تزيد شي حوايج، تزيد شي حاجه فهمتي بسيطه سامبل، دايرين فيها بزاف ديال الحوايج. سبيشال اوفر نوت افيليبل اني وير ايلس، هذه سكيرسيتي، تتقول للناس بانه فهمتي راه قليل قليل سميتو التيشيرت، راه ماشي تبع شي بلاصه اخرى. تحاول يكون سامبل هذا الشيء، واش تمشى حاول تتعقد، من تتعقد الامور تتعقدها عليك، راه يعني غالبا شي حاجه سامبل هي اللي تتبع ديما كيف ما تنقولوا. من بعد ما تنكريو التيشيرت، يعني تيجي كيفاش تبروموتي. كاين بزاف ديال الحوايج، ولكن حاليا اللي صراحه تيتمشى بزاف هو الفيسبوك ادز، يعني باش غتخدم اللي عنده البوتوسين دابا مزيان وكاين عندهم الداتا بزاف هما الفيسبوك. الناس دابا حاليا تتخدم بالانستغرام، حتى هو مزيان صراحه، عمرني خدمته ما عنديش عليه شي، ما عنديش فيه شي تجربه. تنخدم بزاف ديال كلشي لا في لي بروجي اللي عندي في الايكوم ولا سميتو، تنخدم بالفيسبوك حيت هو اللي كاين دابا حاليا، هو اللي خدام مزيان. كاين جوجل، كاين فيسبوك، كاين انستغرام، كاين حتى البينتريست. الناس اللي ديجا جرب لي تيشيرت في يوتيوب و تيخدموا. ندوزو كيفاش الفيسبوك فيسبوك كامبين سيت اب. بالنسبه للفيسبوك غتخصك واحد لاباج، بالنسبه للاباج كاين الناس اللي تتسول واش ممكن نبيع واخا لاباج فيها زيرو لايكس. هي ممكن تبيع كاع لي باج تقريبا اللي عندي واللي بديتهم، وبزاف ديال لي باج تقريبا اغلبيتهم عمرني زعما بديت شي باج ديجا كبيره، ولا ديما باج تنبدا بواحد لي بوست جوج موراها تنطلع بوست ديال تيشيرت. حاليا حتى في الايكوم نفس القضيه، تنبدا باج تنكريها ازيرو، بوست الاول بوست الثاني، يعني شي جوج لي بوست موراها تنحط البرودوي وتنطلق الاعلانات. كاين ناس اللي تيتسالوا بزاف واش تخدم لا خدامه مزيان، وماشي بالضروره يكون عندك لي لايكس في لي باج. او بلا ما نشرح لكم كيفاش تكري لا باج، اول حاجه بعدا الا كان عندك فيسبوك بيرسونيل من الاحسن ديرو بيزنس باش تجمع كل شيء تما، من الاحسن تتبان بروفيسيونيل كلشي بيزنس، لا الاد اكونت لا سميتو. كيفاش تكري باج ما نحتاجش نشرح لكم كيفاش تكري باج، راه باينه الاخوان، حتى الناس اللي ما تعرفوش راه تيتوريالز في يوتيوب راه كاينين ديجا، الناس ديجا المعلومه كما قلنا راه كاينه، ما تحتاجش انك تسنى شي واحد يشرح لك، هذا راه كاين كيفاش تكري باج راه سامبل سهله. حاول هذيك لاباج تكون مثلا تدير كافي فانز بحال هكا، ولا كافي اديكتد، ولا شي حاجه عندها علاقه بهذاك النيش اللي غتخدم عليه، ولا كان عندك ديزيد اخرين ديما كري لهم باج ديالهم راه تنفعوك من بعد. من بعد كاين الاد فوتو، كيفاش تكون الاد فوتو ديال الديزاين اللي غادي نبروموتيو. كيف ما قلنا قبيله تكون سامبل، كيف ما قلنا قبيله تكون سامبل، ما تكونش معقده بزاف، ما فيهاش تعقيد. غير واخا كاين واحد القضيه هي المونكاب، تيتسمى واحد الحاجه تيتسمى المونكاب، هما تيعطيوها لكم في سميتو تيليشارجيها سامبل سهله تحطها ما فيهاش شي صعوبات. غنعطيكم دي زيكزامبل،
كيف ما تتشوفوا ديزاين سامبل والاد فوتو سامبل 21 ك ديال اللايكس و 2.5 ك ديال الشيرز. سامبل ما فيهاش شي صعوبات، ما معقده ما والو، حتى الديزاين راه ساهل. حتى لما كنتي تعرف بحال هاد الديزاين راه كليكو ما كنت غير شي واحد من فيفري قادو لك، الثمن ديالو غادي يكون طايح بزاف لانه ماشي شي ديزاين معقد. كيف ما تشوفوا راه الاد فوتو راه ساهله، الباك جراوند يمكن تجي انت الباك جراوند. هاد الموكاب هادو الاخوان الناس اللي تقلبوا على بحال هاد الموكابس هادو كاينين، غادير غير في جوجل فري موكابس، فري تي شيرت موكابس، فري تي شيرت موكابس ولا فري تي شيرت موديل موكابس، غادي يطلع لك بحال هاد الاشكال هادو الا غادي تخدمهم في فوتوشوب من بعد. انا عاود نشوف واحد ليكزامبل اخر كما تشوفوا. هذا ديزاين تيبان شويه معقد كما قلت لك، بغيتي تهيري شي واحد يقادو لك. هذا ديزاين ديال تحط في الماك، الباك جراوند سامبل ما صعيبهش بزاف. وهذا الموكاب حتى هما راه تيعطيوهم لك الشركه ملي تدخل الايديت ديال الكامبين، تيعطيوك تيليشارجي هذا الموكاب. هذا ساهل بسيط ما فيهاش شي تعقيدات، يمكن لكم تشوفوا فيها جوج 2.3 و 815 شيرز، يعني لا سامبليسيتي هي اللي تخدم بزاف. عن تجربه شخصيه ماشي تندوي هاد دي زيكزومبل اللي لقيتهم انايا، ولكن عن تجربه شخصيه الحوايج اللي خدمت لي انا مزيان هي شي حاجه سامبل. بعض المرات تنشد التيشيرت تنحطو هاكوك، يعني تندير غير سيف از من السيلز بيج ديالو، تندير غير سيف از وتلوحو سامبل ما فيه والو، وتيجي بحسن من هذاك اللي غادي نقص نزوق فيه. هذا بالنسبه للناس اللي ما تعرفش ديال از كوبي، كاين واحد الويب سايت، كاين واحد الويب سايت سميتو canva.com، canva.com، راه تيم غتدخلي راه فيه بزاف ديال المزايا. هو غادي غتقد به بحال هاد سميتو هاد لي زاد فوتو بالمقاييس ديالهم ديال فيسبوك وكل شيء، المقاييس اللي تيطلب لك فيسبوك، بحال مثلا في اللي غتستعمل في البيج بوست. يعني سامبل ما معقدينش بزاف. بالنسبه للاد كوبي، الاد كوبي حتى هي نفس القضيه ديال الاخوان. نرجعوا للي زيكزامبل ديالنا، في كما تتشوفوا الاد كوبي بسيطه بزاف ما فيهاش شي تعقيد، وتكون باينه ويكون فيها الكول تو اكشن، تكون فيها سكيرسيتي الكول تو اكشن. ناخذ هذا المثال، هذا فيها ليميتد اديشن، تتقول لهم ليميتد اديشن زعما قليل، يعني شي حاجه قليله. الكليك هير تو اوردر، هنا الكول تو اكشن مع اللين، مع اللينك، سواء غتحط ديال تيزيلي سينو ما بغيتيش الناس ديال سباي يشوفوه ولا هذا، راه غادي تحط ديال البيت بوان لاي ولا اختصار ديال جوجل احسن. والجمله الاخرى وفي الاخر من الاحسن دير فيه مثلا يحاولوا يدير شير وطاق الفرنت ديالو اللي غادي يعجبوه الديزاين. بالنسبه لهاد ليكزومبل هذا كما تشوفوا جوج سطوره بسيط بزاف وعنده علاقه، وتنفضل انا صراحه من داك السطر الاول تحاول تكتب على داك الشيء اللي في الديزاين. يعني هي جمله بسيطه ماشي شي حاجه كثيره. هنا طرح تساؤل، هنا زوين اد كوبي مزيان تكون فيها واحد التساؤل، تتخليه انه يتونجاجا معاك في البوست في لي كومونت، غتلقاه من تطرح عليه السؤال غتلقاه في الكومونتير تيجاوب ولا تيطاقي شي واحد اخر صاحبه وتيجاوب في نفس الوقت، وهي مزيانه بزاف الناس تيشوفوا البوست ديالك. كول تو اكشن حتى هي راه بسيطه ما فيهاش شي تعقيد، يعني لا سامبليسيتي اللي تخدم بزاف. شخصيا هادشي اللي تيخدم لي انا بزاف هي السامبليسيتي، ما تنعقدش الامور بزاف. غنوريكم ديكا اللي خدمت عليهم انا شخصيا، نعطيكم دي زيكزومبل اللي خدمت عليهم شخصيا. انتما كما تشوفوا هذا الديزاين كان بالطليانيه باللغه الايطاليه، كما قلنا في الكول تو اكشن. المهم تتسبق اللي بغيتي تخلي، المهم داك الكول تو اكشن ديما يبان، حاول ديروه اما في السطر الاولى اما في السطر الثاني. فكما تنشوفوا الكول تو اكشن حطيته في السطر الاولاني، سكيرسيتي حطيتها في السطر الثاني، وفي السطر الثالث تطلب منهم انهم يبارطاجيو التيشيرت جاك اللي عجبهم او اللي طاقيو صحابهم. كما تشوفوا 46 كا ديال لايكس، 6463 شيرز. هذا بالدوتش باللغه الهولنديه، كما تشوفوا نفس القضيه ما كاينش اختلاف، سامبل ما فيهاش شي تعقيد وباينه. حتى الناس اللي تيديروها، حتى الناس اللي تيطلعوا السيز، حتى الناس اللي تيشوفوا البوست في الموبايل تتبان لهم باينه ما فيهاش شي تعقيد. تيطلع لهم الكول تو اكشن مزيان تيبان لهم فين يكليكيو. حيت دابا الا كان هذاك الكول تو اكشن بعيد ولا كانت الكتابه كثيره، بعض المرات تيبدا يسولوك ما كاينش الليان، تيبقاو يسولو في الكومنتير فين الليان وفين الليان. من الاحسن تبان لهم في البوست. نعاود نعطي دي زيكزومبل اخرين.
اجي الماركت ديال اليو اس، كنت ديزاين تارجت بها الماركت ديال اليو اس كيف ما تشوفوا نفس القضيه سامبل، الكول تو اكشن في الاول جيت يور زير 10% اوف فور ليميتد تايم سيل انجين سون سكيرسيتي ديما خدمها الاخوان تتنفع بزاف، شير ويز يور فريندز تاك سامون هو ود لايك ذيس. فكما تشوفوا البوست وصل 2,294,000 ريتش بيبل ريتش، 80K ديال اللايكس و 11K ديال الشيرز. هاتكم اكزامبل الاخير ديال هذا، في غير جوج سطوره ما استخدمتش فيه سكيرسيتي، هذا خدمت فيه غير جوج سطوره وسامبل. حتى هذا شخصيا هذا الديزاين ديالو سامبل، هذا ما عرفتش انا شخصيا تيخدم معايا شي حاجه اللي سامبل، ما تنحاولش من مورا ما خدموا معايا هادو بزاف، يعني ما تنحاولش انني نخدم شي حاجه معقده. سيف از ديال التيشيرت كما هو من البلاتفورم كما هو من السيلز بيج ديال تندخل السيلز بيج ديال التيشيرت اللي كرييت تندير ليه سيف از كما هو وحطيتو. الاد كوبي حتى هي سامبل ما فيهاش شي تعقيدات، ما كاينش فين تضر ولا تعقد. جيت يورز ناو كول تو اكشن هي الاولى غتبان لهم مزيان، شير ويز يور فريندز تاك سامون هو ود لايك ذيس. صافي انتم كما تشوفوا 148 كا، ولكن انت تخيل شحال المبيعات فيها. شكرا. غندوزو الاخوه للتارجيتين، ما بغيتش ندوي بزاف على فيسبوك ادز. تنصح الاخوه انهم فيسبوك ادز يتعاملوا معاه بجديه، وتحاولوا تحاول ديما تراقب الارقام ديالك، تحاول تراقب السي بي ام، تحاول تراقب السي بي سي، تحاول تراقب لينك كليك سي بي سي ديال لينك كليك. ما غاديش ندوي بزاف على فيسبوك، الاخ حميد غادي يدوي عليه بالتفصيل، انا غادي ندوي عليه باختصار، ما كرهتش صراحه ندوي عليه بالتفصيل، ولكن الاخ حميد ان شاء الله غادي يدوي عليه، وكله تيبقى كله استراتيجيه ديالو كله كي تيخدم. وفيسبوك تبدل بزاف صراحه، فيسبوك تبدل بزاف من اللي كنت خدم فيه في 2013 2014 فراه تبدل بزاف. الالغوريثم ديالو دابا صراحه ولا مزيان، الالغوريثم ديالو تيخدم مزيان، تي اوبتيمايزاسيون مزيانه، تتقول ليه جيب لي الناس اللي تيشريو، واخا يلاه بديتي انت البروداكت يلاه لحتي البروداكت. دابا الناس اللي خدامين شوبيفاي راه غادي يردوا ليها البال، واللي ديجا فيها اللي ديجا داروا السيلز راه غادي يكونوا ردوا ليها البال. بعد ما نتيلا تحط البروداكت تات اوبتيميز على لوبجيكتيف اللي تدير هو الويب سايت كونفرجن وتيجيب لك سيلز من الاول. علاش الاوبتيمايزاسيون ديالو على الالغوريثم ديالو ولا تيخدم مزيان صراحه. ما بقى في 2014 كنا تنخدموا بزاف بالبي بي او، ما كناش نخدموا الويب سايت كونفرجن تقريبا 2013 2014 يعني الويب سايت كونفرجن. انا شخصيا فاش يلاه بديت فيسبوك كنخدم بي بي او بزاف، وكان تيجيب سيلز بزاف. دابا قليل فين نقدر يجيب لك يعني تيجيب سيلز، ولكن ما اوبتيميزيش ماشي بحال درت الويب سايت كونفرجن. بالنسبه للتارجيتين الاخوان كاين الاودينس انسايت، نحاول نشرحها شي شويه الناس غير نحاول نشرحها باختصار. لا غادي ندوز معاها باش غير تكون عندو على الاودينس انسايت كاول خطوه غديرها بالتارغيتين. تنصح الناس اللي ديجا غادي يدخلوا في نيت جديد يحاول يخدم بالاودينس انسايت، تعطيك بزاف ديال المعلومات، تختصر عليك بزاف ديال الحوايج. من بعد ملي تولي تتعرف الاودينس ديالك وتتعرف الناس اللي تخدموا لك في تتعرف نيت ديالك مزيان، فما تحتاجش باقي تاخذ الاودينس انسايت. الاودينس انسايت غتحتاجو من بعد في اللوكاليك اودينس، يعني من لوكاليك سميتو قدرت واحد داتابيز عندك انت تقدر تجيب بها الناس الاخرين. انا هاول ندير واحد تيست بسيط هنا اليو اس الكونتريز اللي بغيتي تقلب، نقلبوا في الانترست مثلا، درنا قبيله اليوغا، حاول ندير اليوغا
الايدج تقريبا كاينه 25 مليون حتى 30 مليون مانت الاكتيف يوزرز، الناس اللي اكتيف في الشهر اللي اكتيف و انتريستين باليوغا، كاين تقريبا ما بين 25 مليون حتى 30 مليون. بالنسبه للايدج والجندر، صراحه هادو هما الحوايج اللي تنحاول نجبد من اوجنس انسايت بزاف، هما لاج بزاف، تنركز على لاج بزاف. فكما تشوفوا هنا 75% ديال الومنز مانتيريسين بسميتو بهذا المجال ديال اليوغا، لانهم البرودكت تقريبا ديال اليوغا اغلبيتهم تستهدفوا الومنز، و لاج من 25 حتى 54، لاج ما بين 25 حتى 54 هما اللي اغلبيه مانتيريسين بهذا المجال ديال اليوغا، 25 حتى 54. غنديرو ان سيليكسيون هنا غير الومنز، يمكن لك تزيد ديزانتيريست اخرين او لا الكونيكشنز مثلا، سينو غادي تمشي الادفانسد فيها بزاف الحوايج، فيها البيهيفيرز. الناس اللي عندهم تيشيرت بحال اللي شفنا قبيله ديال كوينز اربورن ان ديسمبر، فيمكن لك تارغيتيهم مثلا بحال هنايا، امتى عندهم لانيفرسير، واش اش من وقيت عندهم لانيفرسير ديالهم. كاين بزاف ديال الحوايج، الناس اللي عندهم مع الترافل يمكن لك تارغيتيهم حتى هما من خلال هاد البيهيفيرز. تختار لانجويج، يعني هنا تتبريسيزي بزاف، تجي البيهيفير تتبريسيزي بزاف، ولكن فاش يلاه تتبدا من الاحسن ما تشوفش كاع في هادو، حاول تشوف غير هنايا، حتى البيج لايكس، حتى البيج لايكس الاخوان ما عرفتش كان عندهم هاد البلاصه هادي كانت زوينه بزاف، ما عرفتش كانوا داروا واحد الابديت، خرجوا شي ابديت وهذا ما بقاش يخدم هاد الافينيتي مزيان. ها انتم كما تشوفوا دابا درنا اليوغا تيطلع لنا باراك اوباما فيسبوك، يعني ما عندوش شي علاقه، ما عرفتش يعاود يدير واقيلا شي ابديت اخر، ما عرفتش علاش كانت هاد البلاصه صراحه تندخلوا بزاف، تنبقاو تنهزوا انتريست مثلا من هنا ونعاود نزيدو في تنهزوا انتريست من هاد توب كاتيجوريز، وتتكون عنده علاقه باليوغا مثلا. يعني قبل ما يتبدل هنا درنا اليوغا ليه، غيطلع لك هنا بزاف ديال لي باج اللي متعلقين باليوغا، عندهم علاقه باليوغا، وتزيد بريسيزي، تنعاود نهزو شي انتريست اخر تلي حلو تما وتنمسحو الاولى، تعاود يعطيك ثاني وتتعمق، كانت تسمى بالبريسايز انتريست بزاف، كنا تنبريسيزيو بزاف، ما بقاش تستعمل بزاف دابا ما عرفتش علاش، ولكن صراحه فيسبوك كما قلنا تيلعب على البرود، يعني واحد الاودينس كثيره، واخا تكون 20 مليون وتلونسي لهم انت واحد، تكون عندك نقولوا مثلا غير مليون، ما نكزاجيروش بزاف، نقولوا غير مليون ديال الاودينس، جمعت شي مليون طلع لك فاش تكري الاد ان راه غادي تارجيتي مليون ديال الناس، فما يخلعكش هذاك الرقم. فيسبوك دابا راه تي اوبتيميزي مزيان، الا قلتي ليه بغيت الناس اللي غادي يديروا بيرشيس راه غادي يبقى تيجيب لك الداتا واحد شويه، غادي يبقى تيجيب لك الداتا واحد شويه، تيجمع الداتا هي واحد المده، من بعد ملي تعرف هذوك البايرز تيولي تيستهدف، يعني في هذيك مليون تيعرف واحد الشريحه هي اللي تتشري، هي اللي تيبان لها الاعلان بزاف. فالالغوريثم ديالو صراحه تقدم بزاف على كما كان، انا كما قلت لكم كنت نخدم صراحه، انا شخصيا كنت نخدم بالبي بي او بزاف، وكان البي بي او تيجيب سيلز بزاف، ولكن البي بي او ما كانش، يعني ماشي ما غاديش تعتمد عليه بزاف ديال الحوايج، ماشي بحال الويب سايت كونفرجن. فكما تشوفوا الاخوان كما شرحنا لكم، فهاد البيج لايكس كانوا صراحه كانوا تيطلعوا مزيانين، ما عرفتش علاش كاين شي ابديت دابا ولا تيجدوا شي ابديت جديد. كاين اللوكيشنز، ولكن هادو هما اللي تركزوا عليهم بزاف، عندك الايدج والجندر ركزوا عليهم بزاف، يعني باش ملي تكري واحد الادسيت ما تضيعش فلوسك مع الناس ديال 18، مع الناس ديال 18 24، الى قدرت يشوفوا البرودوي هما ماشي ما غاديش يكونوا انتريسي، يقدر مثلا غير تيكليكي وتيدير شيرز وصافي، ما محال يشري. فمن الاحسن هنا تحدد لاج باش ما تبقاش تخسر الفلوس بزاف. غنديرو كيفاش تكري واحد الكامبين ديال واحد الاد، كيفاش تكري واحد الاد ديال فيسبوك. ها كما تشوفوا عندنا بزاف ديال لي زوبجيكتيف، كما قلنا قبيله ما غاديش نحتاج نشرح لكم كيفاش تكري واحد الباج فيسبوك، كيفاش تكري بيزنس مانجر، راه ساهل هذاك الشيء الاخوان، طابي في يوتيوب راه كاين بزاف ديال المعلومات اللي تشرحوا هذاك الشيء، كاين بزاف ديال الفيديوهات اللي تشرحوا كيفاش تكري بيزنس مانجر، كيفاش تكري باج،
راه موجودين الاخوان في يوتيوب. هنا بالنسبه للاوبجيكتيفز، الاوبجيكتيف شنو هو؟ الاوبجيكتيف هو اشنو انت اش بغيتي. حنا بغينا السيلز، حنا بغينا البيرشيز، فغادي نوبتيمايز على الكونفرجن. غادي الاوبجيكتيف اللي غنخدموا عليه هو الكونفرجن. بغيتي الانجيجمنت مثلا، الانجيجمنت هو شي فيسبوك غادي يمشي للناس اللي عنده هو جمع في الداتا، غادي يمشي للناس اللي تيديروا شيرز لايكس كومنتس بزاف. الفيديو فيوز راه غادي يجيب لك الناس اللي تيشوفوا الفيديوهات بزاف. الاب انستانس الناس تيانستالو الزاب بزاف. حنا بغينا الكونفرجن بطبيعه الحال، بغينا الكونفرجن، بغينا البيرشيز، ما بغيناش الليد ولا بغينا البيرشيز. انا صراحه شحال من واحد تيسول واش نبدا بالاد تو كارت، واش نبدا بالانيشيت تشيك اوت، واش نبدا بالبيرشيز. بالنسبه لنا صراحه، بالنسبه لي انا شخصيا، وبالنسبه لشحال من العديد من الاخوه، لا راه يوسف خالد كنتو تتفرجوا فيه في الفيديو ديالو، ولا حتى بلال الضيفي، راه كلشي تيقول لك دابا بدا بالبيرشيز. شخصيا انا تنبدا بالبيرشيز، واخا كما تشوفوا البيكسل مازال ما تفايراش، ولكن ماشي مشكل. يمكن لك تبدا بالاد تو كارت، هي مزيانه. الكونتري على حسب الكونتري اللي بغيتي، تختار الكونتري اللي بغيتي. كان عندك ديجا هنا الكاستم اودينس، كان عندك ديجا شي لوكال اودينس تخدمو، و فغديرو هنايا في الكاستم اودينس ديجا كريتي شي لوكاليك. وبالنسبه للدراري بالنسبه للوكاليك، من الاحسن الا درتي لوكاليك ما بقاش دير الانتريست هنايا، يعني ما تحتاجش باقي دير الانتريست. انا قلنا قبيله 25 54، اختاري لنا لارج قبيله ما بين 25 54. الناس اللي مهتمين باليوغا غنطابيو اليوغا، غادي يعطينا اودينس كبيره بزاف. ولكن غادي نحاولوا هاد السيجيستيون، هادي ساجيستنز، غادي يطلعوا لك حوايج اللي عندها علاقه باليوغا كما تتشوفوا. فبالنسبه للناس اللي ما لقاوش لي زانتريست قبيله في الاودينس انسايت، فهاد السيجستنز هادي تعطيك الحاجه اللي عندها علاقه باليوغا. كما تشوفوا الميديتيشن، الهيلث ويلنس، سبيريتواليتي، فيتنس والويلنس، وبزاف ديال الحوايج اللي عندها علاقه باليوغا، فهي مزيانه صراحه. يمكن لك دير كل وحده بوحدها، يمكن لك تخليهم عندك، تقيدهم عندك، بقا تجمعهم شي فيشيتك، تبقى تجرب كل ادسيت بوحدها. الا بغيتي تخدم بحال هكاك، من الاحسن تخدم في الباور اديتور احسن من الادز مانجر. كما تشوفوا الان البوتنشال ريتش 14 مليون. بالنسبه للبليسمنت، تنصحكم تبداو غير بالفيسبوك فيدز، حيد بزاف ديال الحوايج، خلي غير الفيسبوك فيدز. الانستغرام من بعد، الا كنتي تتبيع مزيان، الا كنتي تمشى لك تيشيرت على البرودوي كانت تتبعوا لك مزيان، من بعد يمكن لك تزيد الانستغرام بوحدو، تزيدو فواحد الالسيت ديالو بوحدو. انستغرام دابا حتى هو مزيان، تيجيو منو السيلز. سينو الا كنتي الا جمعتي مثلا كلشي، فيسبوك كما قلت لكم قبيله عنده الالغوريثم مزيان. انا شخصيا تلقى بزاف في لي زاتيت اللي عندي، تتحط ليه مثلا في البليسمنت، تدير مثلا خلي الفيدز ديال الفيسبوك وتنخلي ديال الانستغرام، تنحيد هادو صراحه ما تيجيبوش لي انا شخصيا، ما عمره لقيت فيهم شي نجاح. تنخلي مثلا الفيد ديال الانستغرام والفيسبوك، فتلقى الازيد الريتش تيمشي بزاف في الانستغرام، وتيجوني السيلز بزاف من الانستغرام. ولا خليتها واحد المده تيبقى ديما تيجي في الانستغرام. علاش قلت لكم قبيله الالغوريثم ديال الفيسبوك ولا تيخدم بواحد الطريقه صراحه مزيانه بزاف، ماشي كما كان في واحد الوقيته. فنحيدوا الانستغرام، غنخليو غير الفيدز ديال الفيسبوك كتجريب، الا كنتي يلاه تجرب يلاه بديتي نيت ولا هذا، خليه غير الفيدز مزيان. بالنسبه للبيجي شحال واحد تحار تيقول باش نبدا اش بيجي باش ندير في الادسيت، على حسب انت وجيبك، على حسب انت والبيجي ديالك. غير هو الا كان عندك البيجي كثير، فهمتي تستافد بزاف بزاف ديال الحوايج، وعلى راسها الوقت. مثلا درت انا 20 اليوم، غادي نستاد الديزاين ونشوف واش غادي تمشى ليا ولا لا. يعني اليوم نحبس هذا الديزاين، ما تفوتش عليه 24 ساعه، غنشوفو كي داير. هو يقدر من واحد الناحيه، يقدر نخسر في هذاك الديزاين. علاش؟ يقدر ما تجيش فيه السيل حتى النهار الثالث،
ولكن بالنسبه لي انا ربحت تاني بزاف ديال الحوايج، ربحت الوقت باش نجرب بزاف ديال الحوايج. واخا يصدق لي مثلا 3 ايام اللي جايه ولا ماكسيموم 3 ايام، وديما كما تنقول لكم راقبوا الارقام ديالكم، ديما شوفوا الارقام، ديما شوف سي بي ام سي بي سي باش ما تبقاش تاكل لك غير في الفلوس. انا قلنا اوبتيميزين على الكونفرجن، هما حاطين لك ريكومندد فيسبوك. بالنسبه للويندو كونفرجن شحال واحد صراحه ما شحال واحد تيتلف فيها بزاف الناس كاين اللي ما عارفاش. بالنسبه للوين الكونفرجن ويندو هذيك وان داي كليك، وان داي كليك هذيك تيقول لك فيسبوك مثلا اوبتيميز لك على الناس اللي غادي تدخل اليوم وتشري اليوم في هذاك النهار. كاين 7 داي كليك يعني الناس اللي قدرت تشري من الناس بايام، يقدر تدخل عندك السيت اليوم ما تشريش حتى واحد المده. هذيك وان داي كليك يعني يقدر يجي اليوم، حنا بين الناس اللي غتجي اليوم وتشري، هذاك الشيء علاش بينا اوبتيميزيو اللي غتجي اليوم وتشري. بالنسبه للبيدين كاين الاوتوماتيك كاين المانيوال، الا يلاه بادي خليه اوتوماتيك، اوتوماتيك راه باقي خدام مزيان، المانيوال خدام حتى هو مزيان، ولكن المانيوال تيحتاج البيدجي شويه كبير، وفي نفس الوقت تيحتاج حتى هو تراقبه بزاف. كن البيد مثلا غادي تحطو في 40 دولار يقدر ما يجيبش ترافيك، يعني خاصك تعاد تاني تطلع يقدر ما يجيبش 45، يقدر يجيب 45 كثر ترافيك بزاف وما كاينش سيرج، خاصك تنقص يعني ديما تبدا تقلب ومقابل وتقلب وتقلب حتى تلقى داك السبوت كيما تنقولو حنا وتحبس فيه وخليه واحد المده، يقدر يبان واحد المنافس اخر اللي غادي يطلع عليك شويه البيد، يعني خاصك تاني يعني كيما تنقول خاصك تقابله. هذاك المانيوال فيدين تنصح به الناس اللي شويه افونسي، ماشي بالضروره ماشي يكون افونسي بزاف غير هو الا كان عندك البيدجي، الا كان عندك البيدجي شويه كبير فجربوا حتى هو مزيان. هنا الاد، هنا الاد قبيله كنا في الاد سيت، هنا الاد كاين كرييت نيو اد، هادي كرييت نيو اد تيطلع فيها بحال ان بابليش بوست، حنا بينا نديرو اكزيستين بوست. علاش اكزيستين بوست؟ باش غادي نحتاجو داك السوشيال بروف. البوست الاكزيستين بوست هو داك اللي بوستيتي في لاباج، بوستيتي التصويره وكلشي، غادي تحتاج هذاك السوشيال بروف من بعد، يعني هذاك الشيرج وهذاك الشيء بحال البوست بحال التصويره اللي وريتكم قبيله اللي فيها 100 ما يقارب 150 كا، راه تلقى واحد النص فيها واحد 25% فيها، وهذا راه جاي من الشيرج، يعني تقريبا هذاك راه كما شفتو قبيله راه كانت فيه متقاربين ما بين الترافيك اللي جاب بالفيسبوك ثم بين الترافيك اللي جا غير بالاورغانيك، كان تقريبا اورغانيك بزاف حتى هي داية واحد 45% ولا 40% ما عقلتش شحال. فمن الاحسن دير يوز اكزيستين بوست اللي كاين في لاباج باش تحتفظ بالسوشيال بروف، غادي ينفعك بزاف. من بعد تتشد تتسليكسيوني البوست، تزيد واحد كول تو اكشن، وهنا البارامترز الا بغيتي تعرف منين تيجيوك هاد الاسيت هادي مثلا اللي طلقنا، بغيتي تعرف واش هي تجيب لك السيلز ولا لا، تزيد واحد البارامتر تما كيما عطيتكم واحد اكزومبل تما، يعني كي ان فاليو كذا يمكن دير هذوك باليو تي ام. وهذا هادشي اللي كاين الاخوان، هادي قلنا باش يبقى لك سوشيال بروف تنفع بزاف. هنا البيكسل هو مازال ما طفيراش، كون طفير غيبان لينا هنا بالخضر. صافي الاخوان انا خصني نزيد البيمو ميثود في سميتو في صافي تطلق تطلونس الاد. هادشي اللي كاين في التارجت انا الاخوان، ما تعقدوش عليكم الامور كما قلنا، داكشي راه بسيط. الناس اللي ما عندهاش البيدجي تبدا غير بشويه، تحاول تقسم الا كان عندك غير البيدجي قليل مثلا، الا كنت غات 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 كان عندك البيدجي كثير فتحاول تيستي مثلا ب 20 دولار، وكل مثلا انتريست تحاول تفرق لي زانتريست، تحاول مثلا تفرق الا كان الاودينس كثير تحاول تفرق لي زانتريست، الا كان الاودينس قليل تحاول تجمع واحد جوج انتريست مثلا في ادسيت وحده ولا ثلاثه وماكسيموم باش وما يخلعكش هذاك الريتش اللي تتشوفو، داك الريتش مثلا تتشوف جوج المليون ولا ما يخلعكش، لان الالغوريثم ديال الفيسبوك كما قلنا راه اوبتيميزي مزيان اوبتيميزي مزيان. الناس اللي عندها البيدجي فممكن تيستي ب 20 دولار باش تربح الوقت، يعني غادي يبان لك هذاك الديزاين من هذيك 20 دولار، يعني ما تحتاجش انك تسباند هذيك 20 دولار كلها، فغير ديك البدايه ديالها يعني 10 دولار 15 دولار غادي يبان لك، يعني الا كانوا لي كليك بزاف، الا كانوا لي كليك بزاف سميتو تيمشيو الناس بزاف للسيز بيج وما تيشريوش كاين مشكل،
غتلقى المشكل. كما تنقولوا حنا خص يكون جوج حوايج خصهم يتلاقاو، اللي هما الرايت اوفر مع رايت اودينس. يعني هادو الا تلاقاو صافي، يعني ما عندكش مشكل. ولكن ملي تدخل هو لاباج وما تيشريش، كاين المشكل في الديسكريبشن، كاين المشكل في برايس، كاين المشكل وبالدرجه الاولى كاين المشكل في الديزاين، ما عاجبهمش. الا لونسيتي الاد والكليك فهمتي غالي، كاين المشكل في التارجيتين. بسيطه، ما كاين حتى شي حاجه، تحاول تقلب على التارجيتين جديد، تحاول تستي حوايج جداد، ما كاين حتى شي حاجه معقده. ما تقول زعما لا علاش انا ما تتبعش ليا، واحد اخر تتبع لي. راه جوج الحوايج، دو رايت اوفر ان فرونت اوف دو رايت اودينس، هذه هي المعادله اللي خاصها تحقق. صافي الاخوان، هادشي اللي كاين في التارجيتين ديال فيسبوك ادس غادي نشرح لكم ان شاء الله. الاخ حميد غادي يشرح لكم بالتفصيل. لا بيتي نحول، صافي صافي بيتي نحول هذا صافي. مازال مازال غنهضر على الاخطاء اللي تيقع فيها الناس اللي يلاه تيبداو نيو بي ميستيكس. بين هاد الاخطاء هادي، دونت فول ان لوف ويز يور ديزاين. ماشي غير حيت ديزاين عجبك صافي تقول راه غادي تتبع، لا. كما قلت لكم قبيله، دو رايت اوفر ان فرونت اوف دو رايت اودينس، يعني هذاك الاودينس هو اللي غادي يحكم على الديزاين، ماشي انت. يقدر تكون خسرت عليه بزاف الفلوس ولا هذا، تقول راه غادي تتبع، لا ما عمرك تلعب. والماركتين ما فيهش المشاعر بين قوسين، ما فيهش العاطفه، تقول راه غادي تتبع ليا ولا لا. الارقام هي اللي تتحكم، ما عليك الا تجرب وتيستي وتشوف. ديما كما تنقول لكم، ردوا البال الارقام راهما اللي تيحكموا. فما تقولش صافي راه هذا الديزاين ولا راه قادوا لي واحد الديزاينر مزيان وهادي، ولا راه شفتيه تيتباع وقديتي خو قلتي راه غادي تتباع، لا يعجب راه تيعجبني انا راه غادي تتباع، لا ماشي بالضروره. حاولوا بالنسبه للناس اللي يلاه بادين، خصوصا لان كتبت ميستيك تو افويد، كتبت قبيله نيوبي، يعني الناس اللي يلاه بادين حاول تفادى هذوك اللي نيتش اللي كبار، بحال النورس، بحال النيتش ديال الهيلت، بحال النيتش شحال من حاجه نيتشات اللي كبار وعرفتي فيهم بزاف المنافسه. علاش؟ لان دوك الناس اللي تبعوا تما ديجا جامعين واحد الداتا كبيره، جامعين داتا كبيره اوبتيميزي، عندهم البيكسل فهمتي الطفايره ما مره ما جوج، يعني جامع داك البيكسل عندهم واحد الداتا، ماشي ما غاديش تبيع تما، غادي تبيع ولكن غادي خصك تخسر شويه الفلوس. كاين بزاف، راه كاين بزاف ما تجرب، كاين بزاف ديال الحوايج اللي تجربهم ومازال ما تمشوش، مازال ما طاحوش عليهم الناس. الانطاب نيتش كاينين بزاف، خصك غير تقلب. وداكشي باش قلت لكم قبيله في الاول، في المرحله ديال الريسيرش حاول تقضي فيها واحد الوقت كبيره هي باش تفوق على المنافسه. حاول تقلب بزاف وتكون هذاكشي مقادو فهمتي، مقادو في بلاصه تلقى اورغانيزي هذاكشي باش ما تلف. اولويز بي اتنشن تو نمبرز هي اللي قلنا قبيله، لان دابا شحال من واحد، شحال من انا في الايكومير الصراحه وقعت لي في الايكوم، يعني ما تنردش البال سميتو الارقام اللي كنت نحقق مثلا شوبيفاي، ما تنردش ليها البال، وعند بالي انا راه تنربح واحد المونطون كبير، ولكن نسيت انا ما نحيد مثلا الفيس ديال باي بال، نسيت نحيد شحال من حاجه. هذا ناهيك على الفيسبوك، الفيسبوك از ما تنردليش البال، تنقول راه تيجيب لي، ولكن في نفس الوقت تلقى دي زاد سيت مثلا ولا هذا ما قداميش لك، انت راه عندك بروفيت، تقول ما كاينلاش نقيس هذيك الاسيت، واخا ما تتربحنيش راه تجيب واحد الترافيك اللي يقدر يدير شيرز. لا، ثلاثة الحوايج اللي تركز عليهم بالنسبة للفيسبوك خصوصا، ثلاثة الحوايج، سي بي ام، سي بي سي لينك، و لينك كليك، و سي بي سي لينك ديال لينك كليك. هادو تيقولوا لك واش هادو تيعطيوك واش الناس انتريستي ولا لا، يعني ديما قابلهم ورد لهم البال. بالنسبة للتريد مارك اند كوبي رايت، صراحة ننصح انكم تبعدوا عليه، ما كاينلاش تضيع كما قلنا قبيله، راه تحدثنا عليه قبيله، ما كاينلاش تضيع الوقت ديالكم جوج ديالك وفي الاخر تسد لك فيسبوك وانت ديجا جامع فيه مثلا واحد الداتا وتمسح وتسد على والو، فمن الاحسن تفاداه. حتى دابا مؤخرا ما عرفتش واش تيزي اللي تيديرها ولا لا، لي بلاتفورم الاخرين كاين دي بلاتفورم اخرين، الا لقاو عندك الكوبي رايت او تريد مارك وخدام بواحد المده وبعتي فيه، فراه داك البروفيت اللي تيكون عندك تيعطيوه المول ديزاين الاصلي.
فما تحتاجش هاد القضيه اللي حطها في تي سبرينغ. اما تيزي لي ما عرفتش الصراحه اش تيديروا معاه سميتو، فما تحتاج انك كما قلنا تضيع الوقت ديالك والمجهود ديالك وفي الاخر يتمسح كل شيء وتصدق ضايع في كل شيء. فمن الاحسن بالنسبه للتريد مارك كوبوريت، كاين واحد السيت الا بغيتي تعرفوا واش شي جمله تريد مارك، كاين تريد ماركيا بوان كوم، تريد ماركيا بوان اورغ، بوان اورغ واقيلا ولا بوان كوم. هو تيقول لكم تكتبوا الجمله تيقول لكم واش تريد مارك ولا كوبيرايت لهذا، فمن الاحسن تفاداوها. تريد مارك راه كما تتعرفوا راه هي علامه تجاريه، بحال مثلا هذيك ديال نايكا جات دويت ما يمكنلكش تحطها في تيشيرت لانه ديجا مسجله، هذيك علامه تجاريه ديجا مسجله، غتلقاو غير مشاكل. غندوزو نشرح واحد الكيس ستادي ديال واحد التيشيرت سامبل، غتشوفوا نتوما التيشيرت يعني ماشي شي حاجه صعيبه. هذا التيشيرت شخصيا خدمت عليه، الاي جي كاين فروم فيسبوك بوست، انا يعني تنتصفح الفيسبوك بانت ليا بان ليا ما بانش ليا التيشيرت صراحه، ما بان ليا والو، بان لي غير واحد البوست. ما عرفتش واش تعرفوا ارو تي في سيريز، ارو الناس تعرفوها. بان ليا واحد البوست ديالهم، نزلت تنقرا في لي كومونتير غير بالصدفه ماشي صراحه زعما انت نعرف نيت ولا هذا، فنزلت تنقرا لي كومونتير وكنت لقيت واحد يو هاف فيل دي سيتي، لقيتها هي مكتوبه ماشي زعما مكتوبه بواحد الطريقه وكاين داك الممثل واقف بحال هكا ومكتوبه هي بواحد الطريقه. فنزلت لي كومونتير تلقى الناس تنقول تيقولوا ما كرهناش نشوفوها في التيشيرت، فصراحه انا ما ملعكزينش مشيت كريتها وحطيتها في التيشيرت. سامبل خمسة دقائق تكريه ماشي شي حاجه صعيبه. الناس اللي ديجا تتحل فوتوشوب، الناس اللي ما عندهاش مع فوتوشوب راه كاين توتوريالز راه سامبل. بالنسبه للفونت كاين واحد السيت اللي بغيتي تيليشارجي منه الفونت كاين dafont.com. الناس اللي غتخدم الفونت في سميتو في فوتوشوب كاين dafont.com سامبل، في هذاك الفليش الفيكتورا سامبل تلقاه في جوجل فري ما فيهش حتى شي مشكل. كما قلنا اس سامبل تكست ديزاين، ما فيهش تعقيد، ما كاينش الجرافيك، فيه المارجينز طالعين غير لون واحد. بالنسبه للتارجيتين ملي قلبت في الاودينس انسايت لقيت بان الناس اللي مهتمة بهاد التي في سيري بهاد التي في شو اللاج ديالهم تيتراوح ما بين 18 حتى 44 سنه. والجندر خليتها كما هي، اللانجويج درت لي اس اليو كي حيت كنت التارجيت نديرو في اليو اس وفي اليو كي نيت، وكنت ديرو في دول اخرين وديجا مبريسيزي لا لونغ باش حيت الناس اللي قدرت يفهموا شويه الانجليش. بالنسبه لي زانتيريست هانتوما كما تشوفوا الارو تي في سيريز وستيفن امل، هذا الناس اللي في الكاست اللي الممثل اللي كاين في التي في شو، عطاني 730 كا ديال الناس في الريتش. كما تشوفوا ما صعيباش بزاف، ماشي شي حاجه صعيبه، سامبل بسيطه، لا من ناحيه الديزاين ولا من ناحيه التارجيتين ولا من ناحيه حتى الاد كوبي بحال هذوك الشكل اللي وريتكم قبيله، من ناحيه الاد كوبي ولا اد فوتو. اد فوتو بالمناسبه خدمت بحال هكا، اد فوتو بحال هكا سامبل، ما فيها والو، ما فيها لا باك جراوند لا والو، تفاديت ان تكون فيها شي حاجه الكوبي رايت ولا ديال التي في شو فخليتها هكا. ماشي شي حاجه كما تشوفوا، ماشي شي حاجه معقده. بالنسبه للاد سباند كما قلت لكم كنت نخدم بي بي او بزاف، يعني راكم تشوفوا كل شيء بوست انجيجمنت. بالنسبه للكوست بير انجيجمنت 0.08، هذه راه اونيفو دو كامبين ماشي الاد سيت، هذه اونيفو دو كامبين، يعني كامبين راه فيها بزاف لي زاد سيت، راه ماشي ثلاثه لي زاد سيت هادو ولكن راه كامبين وفيها فوسطها بزاف ديال لي زاد سيت. فكما تشوفوا السي بي ام 2.33 مزيان، تجيب 1000 فيزيتور ب 2.33 مزيانه، 3225 لين كليك. سي بي سي فيها 0.54، كاين دي زاد سيت فوسط هاد الاد هادي اللي طايح السي بي سي، اللي طايح السي بي سي ديالهم الكوست بير كليك ديال لينك طايح بزاف، وكاين شويه اللي طالعين هو اللي تيطلعوا دابا في المجموع ديال هذيك الكامبين كاينه 0.54 دولار. سيلز عندهم كما تشوفوا الاوردرز 219 243، البروفيت 4K في ظرف تقريبا 7 ايام ولا ما عقلتش شحال فيها، وكان الريلانش ديالها تباعوا فيه 39 ايتمز راه 126 دولار. المهم نيت بروفيت ديالها في 7 ايام في تقريبا شي 10 ايام، ما عقلتش الكامبين ديالي ديالها كان شي 10 ايام، نيت بروفيت ديالها 2705 دولار. شكرا.
الناس ديال شكرا، الناس ديال شوبيفاي والناس ديال التيشيرت راه تعجبهم هادي. ثانك يو هادي تعجبهم. واحد قال لك اه تيشوفوا هادي، انا صراحه تنشوفها ما بقيتش تنشوفها، كنت تنشوفها وتنفرح بزاف. كما قلنا من توصل لواحد النيفو وك يعني تتشوف في حياتك بزاف ديال الناس ساعدوك، فانت من توصل لواحد النيفو تتبغي تساعد واحد المجموعه ديال الناس. الحمد لله كنت درت واحد القضيه مع يوسف خليجي في الجروب ديالو في 2014 2005، ما عقلتش لاني بالضبط، ما عقلتش على السنه بالضبط، وغنعاود نديرها اليوم. الناس اللي حاضرين غادي نختار ثلاثه الناس وان اون وان كوتشين لمده سيمانه اولا، المهم دابا نشوف الله ديالو كي دايره. واحد الفيديو من عندي ما غاتكونش شي حاجه كثيره، غنختار ثلاثه الناس اللي حاضرين. عندي الداتابيز غنعيط عليهم وتنتمنى انهم يكونوا من الناس اللي يلاه غادي يبداو وعنده رغبه باش يخدم ويلاه بادي. الناس الا تختار شي واحد ديجا انت دير سيلز محقق واحد العدد ديال المبيعات اولا سميتو، من الاحسن عطيه فرصه لواحد اخر يلاه بادي. المهم غندوزو نشوفو ندير واحد الويب سايت تيختار لك الناس من واحد داتابيز. غنختارو ثلاثه الناس ان شاء الله نكوتشهم وان اون وان كوتشين لمده سيمانه، والفيديو يجي من عندي لواحد المده. باقي نسال واحد العيد. اخدمو بهذا السيت هذا قدامكم الاخوان، اخدمو بهذا السيت هذا ديال الراندوم نيم بيكر. اختار ثلاثه الناس ان شاء الله. نبداو داتابيز جبتها من عند نور الدين. زكريا اشبار كاين معنا هنا، نظن ان اغلبيه الاخوان ما حاضرين. زكريا اشبار قلب عليه ما عاد فين مشى غائب. امين بن عزوز حتى هو غائب. هذا مني غادي يجي المره الجايه يجيب ولي امره. أكيور محمد بزاف هاد الناس هادو ما بغاوش الفلوس. أيوب شاير، أيوب شاير، وحتى اللي ما سميتوش أيوب يقول حاضر يرعد شفنا شوية الأمل.
حيصل عبد المنعم. طلافي على حسابك هذا السيد. صافي تهنيت. ها شحال 500 دولار ولا شحال؟ 500 قليله. انا طلعت عليا السوق دابا 500 دولار سير عاود الله يهنيك. خويا تصيفط لي في سميتو ولا خلي لي الايميل ديالك دابا نهزو ان شاء الله. بغيتي نصور بعدا باش الا بغيت تصيفط الفلوس صيفط لي. شوفوا نادر حمار ولا كاين ما حاضرش ابسنت. هاد المره غطلع نور ديال الفقير. انس بوعلان هادو ما باقيش تخليهم يجيو لي زيفينمون. جعفر انس هذاك راه بون حيا ما كيخدمش مع الدريات ولا داكشي. ميرباه بحال هذاك هو اللي فين. عثمان عواد ما كاينش. واش انت؟ علاش البوزياني عبد الياسين واش انت هو ما بديتش الفلوس؟ وقف اصاحبي وقف فين نشوفك هاكاك باش نصفقو عليك. دابا ناخذ لي مايل ديالك وسميت. تنشكركم الاخوان بزاف، تنشكركم على الحضور ديالكم، مزيد من التالق والنجاح ان شاء الله. اللي عنده شي ندوزو الاسئله الاخوان تكيسوا علينا شويه. دو كيستيون دوماج اي دو كيستيون سير اعتلمك. خدام شو ارفع ارفع الصوت ديالك شويه باش يسمعوك الناس. الى فيسبوك نسمالو. ما اي سير تنسمعك تنسمعك انا نشرح لهم تنسمعك غير سير. الاخرين خاوي واحد اللي درت فيه المود دو بيمون والبيرسوني تا هو فيه نفس المود دو بيمون اللي هو باي بال. سد ليا الاول ديال فيسبوك بيزنس بسبب الكوبي رايت درت في الكونت الاخر درت فيه المود بيمون باي بال اللي عاوتاني تسد. واش داك البيرسوني اللي باقي دابا باقي ما قصدوش ما تسدش ليا واش الا خدمت به هانيه ولا ما ما نضمنش لك واحد القضيه. ولكن دابا من تطلق واحد الاكونت ديال باي بال راه فين ما زدتي راتي دابا انت غادي تحتاج غادي ملي غادي تيستي ملي غادي تيستي مثلا تزيدو بهذاك باي بال اللي تفلاكا كون على يقين غيدوز واحد واخا مليي فيه شتي لا هو اللي تفلاكا في ديزاكونت اخرين راه غيتسد. ما عرفتش فهمتيني ولا لا. دابا هذاك الكونت باي بال اللي عندك في هذاك البيرسونيل جامي خدمتي به خدام به في لي كونت الاخرين تسد بهذاك الباي بال هذاك النهار غتبي تخدم به غادي تسد. يعني مازال ما خدامش به دابا نتايا فوالا نهار تخدم به غادي تسد ديجا مفلاكي فهمتي. راه دابا بحال هي ملي تدبيمو هو محطوط تما من غتكري شي اد غادي تفلاكا. شكون عنده شي سؤال اخر؟ هاد القضيه تاع لي كونت تيتسدو بزاف كاينه مؤخرا. انا شخصيا تسد ليا كونت غير اليوم غير دابا حاليا والله العظيم حاليا تسد ليا كونت ما باش كبيلا عادي جدا. اش غدير خاصك تكمل بركه في راسك. الله يحفظك. اجيب معاك القهوه واجيب معاك. بارك الله فيك. شكرا على المعلومات ديالكم. بغيت نسولك على هذا الكومبين هذه اللي درتي بها الكيس ستادي ديال 1700 ديال السبان
شحال باش بديتي يعني بحال قلتي غير الكمالات ديال الكيس ستادي، شحال باش بديتي تيست وشحال تسنيتي ديال الوقت يعني بعد باش قررتي واش تكملها ولا لا؟ والسؤال الاخر هو دوك لي سكرين شوت اللي شفنا ديال 148 كا ديال اللايكس وداكشي، يعني غير واحد الاستيماسيون ديال شحال ديال السبان، ماشي بالضبط يعني ماشي بالضروره تعطيني الرقم، ولكن المهم غير باش نعرفوا يعني. بالنسبه للكيس ستادي اللي وريتكم، يعني في البدايه كما قلت لكم بالنسبه لي راه قلتها قبيله، الناس اللي تيكونوا مليميتين في البادجيت بدا ب $5، شويه $5 ثلاثه ديال لي زاد سيت، عطيهم ثلاث ايام ديالهم شوفهم كي دايرين، شوف الارقام ديالهم واش خدامين مزيان، ما بانش لك فيهم سميتو كيلد اد سيت، وبدا دوز حاجه اخرى، سينو باقي عندك الامل وعرفتي هذاك الشيء غادي تتبعه ولا هذا، حاول تجرب حوايج اخرين فيها. يعني كما قلت لكم الناس يلاه باش دير 5 7 8 دولار، عطيها 3 ايام ديالها ماكسيموم 3 ايام ديالها، ما جابتش ما تبقاش فيك هذيك القضيه ديال اللي راه فيه الشيرز بزاف، اللي راه لي كومونتير فيهم اي وان تيس كذا كذا، ما تبقاش لعب العاطفه، ما الارقام سير مع الارقام، ما عطاتش في هذيك 3 ايام قتلها، حبس الادز ودوز لحاجه اخرى، اولا كمل مثلا هذاك الادز الا كان باقي ديزانتيريست اخرى ما تجرب، ولا باقي انت عندك شويه، يعني انت تقول جاتك مثلا السيل هما راه ما مربحينكش، ولكن جاتك السيل يقدر يكونوا من ديزانتيريست اخرين اولا هذا، فحاول تجرب حوايج اخرين، ولكن $5 7 8 جربهم لمده 3 ايام ماكسيموم، مده 3 ايام ما جابش قتلو دوز لحاجه اخرى باش تربح الوقت، وفي نفس الوقت تربح حتى الفيسبوك ما تديش لك واحد البيجي بزاف، فهمتي؟ تلقى الا زدتي وتبقى تقول لي راه غيجيب غتلقى راسك وصلتي $100 في سبان وانت ما دخلتي والو. نمشي لحاجه اخرى نسيتها قبيله، بالنسبه لهذوك لي زاد سيت اللي وريتكم قبيله، الاد ماشي الاد سيت، الاد كوبي، بالنسبه للاد كوبي اللي شفتو قبيله باللغات بالدوتش ديال الطاليان ديال السبليون، كاينه السويد، كاينه بزاف المهم ديال الدول اوروبا، غنحطهم لكم في الجروب ديال تيزيلي ماروك، وغنحط لكم حتى لي زيمايل شكل واحد الايميل تامبليت، غنحط لكم تما الناس اللي ديجا باعوا هذا وبغي يصيفطوا ولا بغي تارغيتيو مختلف ديال الدول بحال السبليون بحال الطاليان الالمان وهولندا، فغادي نحط لكم غادي ندير هذاك الشيء في واحد في شي تيكست ولا في شي وورد غنحطو لكم وغتلقاوه في الجروب. بالنسبه للسؤال الثاني ديالك اللي قلتي ليا لي في سكرين شوت، ما فهمتش السؤال زعما شحال ديال السبان، شحال صرفت في زاد سيت؟ راه شفتي قبيله 1757 الاخر اللي فيه واو الاخر اللي فيه 150 تقريبا اللي فيه 150 كا، فكما قلت لكم قبيله راه الا شفتوا واحد لابار تتقول لك شحال ديال الاورغانيك وشحال ديال سميتو البيد، تيقول لك تيكون واحد لابار بحال لورونج، تيكون واحد شويه مغلوق وتيكون واحد شويه تيبان شويه كاشف، هذاك اللي تيكون شويه مغلوق واقيلا الا ما خفت نكذب هو ديال البيد، يعني كما تشوفوا قبيله راه ما كانوش متفوتين بزاف، فكما قلت لكم راه بزاف ديال الحوايج، يعني انت واخا تتبان لك هذيك 150 كا تقول لها نقدر نكون سبانديت فيها واحد 20 كا ولا 30 كا، في الاخر غتلقى سبانديت فيها واحد 2 كا ولا 3 كا ولا حتى 5 كا كاع، والعائل ديالها كبير، علاش؟ حيت تيكونوا بزاف ديال الشيرز، الناس تيطاقيو صحابهم فهمتي، تيعجبهم الديزاين، فبالنسبه لهذيك ما كانش فيها صراحه، يعني ما عقلتش صراحه بالضبط شحال سبانديت فيها، ولكن ما كاينش بزاف لحقيتاش كما قلت لك راه كاين الاورغانيك حتى هو جا كثير، راه دوك لي برا غادي يبانوا لكم، وتنشكركم الاخوان بزاف ومزيد من التالق والنجاح ان شاء الله.